شنت هيئة تحرير الشام الإرهابية هجوما عنيفا على مثيلتيها من فصائل راديكالية وهي جنود الشام وجند الله في جبل تركمان وتلال الكبانة بريف اللاذقية. فما أسباب هذا الاقتتال بين أذرع تنظيم القاعدة في سوريا؟ تطورات عسكرية متسارعة يشهدها ريف اللاذقية شمال غرب سوريا بين هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة من جهة وفصائل إرهابية من جنسيات غير سورية في صراع نوعي خلال هذه الفترة، حيث تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا من جانب الطائرات الحربية الروسية والقوات الحكومية السورية ولا سيما منطقة إدلب. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الثلاثاء بتجدد المعارك في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي بين هيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة وفصيل ما يسمى جند الله الذي يضم إرهابيين من جنسيات تركية وأذرية إلى جانب مجموعات أخرى أغلب عناصرها من جنسيات أوروبا الشرقية. وبحسب المرصد السوري فإن الاشتباكات عادت بعد ساعات قليلة على اتفاق رعاه الحزب التركستاني الإرهابي بين الأطراف المتصارعة أدى لخروج فصيل ما يسمى جند الشام الذي يقوده الإرهابي أبو مسلم الشيشاني إلى جانب مجموعة إرهابية أخرى. وكانت مصادر مطلعة قد أشارت الاثنين إلى أن مجموعة من هيئة تحرير الشام الإرهابية التي يقوده أبو محمد الجولاني هاجمت مقرات لفصيل جند الشام الإرهابي في مناطق بريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي، وذلك في إطار صراع نفوذ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى بين الجانبين. هذا وتعتبر المناطق التي تحتلها تركيا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا المركز الرئيس لهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة إلى جانب عدة فصائل إرهابية أخرى كانت أنقرة قد سهلت دخولها للشمال السوري بهدف تحقيق أهداف استعمارية وفق رأي مراقبين، لتصبح إدلب بؤرة إرهابية كبيرة في سوريا والعالم وفق تقارير غربية. ينضم إلينا للنقاش من عمان الدكتور حسن عبد الله الدعجة أستاذ العلوم السياسية في قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور على شاشة قناة اليوم. اليوم هناك معارك عنيفة بين فصائل راديكالية إرهابية في ريف اللاذقية، ما هي الأسباب الموضوعية برأيك لهذا الاقتتال بين النصرة وأخواتها؟ مساء الخير لك عزيزي وللمشاهدين الكرام. يعني هذه الاقتتالات الداخلية تأتي لبسط النفوذ والسيطرة على هذه المناطق المتنازع عليها، ويعني هذه كلها طبعا يعني منظمات فرخت بعضها البعض، وبالتالي احنا نتكلم عن جند الشام ونتكلم عن هيئة تحرير الشام، كلها هي جاءت من خلال ما كانت تسمى جبهة النصرة سابقا، والآن بما أن المنطقة في منطقة جنوبي إدلب وإدلب يعني هي متنازع عليها بين هذه الجماعات التي انقسمت عن بعضها البعض وأدخلت إليها جماعات مقاتلة من خارج سوريا مثل تلك التي بزعامة مسلم الشيشاني. هناك الكثير من المقاتلين غير السوريين في هذه الجماعة. هذه الجماعات طبعا تخل بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة. هذه المنطقة الآن بحاجة للكثير من الهدوء والاستقرار والأمن والأمان حتى تستطيع أن تعيش بأمن وسلام، وبالتالي خلافات هي خلافات على النفوذ وعلى السيطرة على هذه المناطق وتأتي من خلال نعم دكتور حسن. يعني لكن اليوم هذه الاشتباكات تأخذ طابعا أكثر قوة، معارك عنيفة، أرتال عسكرية، أسلحة مدججة، لماذا الآن في هذا التوقيت قررت هيئة تحرير الشام الإرهابية لبسط نفوذها برأيك؟ أنا باعتقادي هي ترقب التحولات الدولية. هناك شبه تفاهمات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ شهر على تخفيف التصعيد في هذه المناطق، وهذه المنطقة من بالذات يعني ما سميت بمنطقة خفض التصعيد بالاتفاقات الروسية التركية حتى السورية، وبالتالي يعني تأتي هنا التنازع على فرض الأمر الواقع. هي تفرغت من خلال أعمالها الإرهابية لبعضها البعض، وهذا يعني يدل على أن الهدف ليس هو الدفاع عن المواطنين الأبرياء وإنما لتحسين النفوذ ومد النفوذ وبسط النفوذ على أكبر المناطق الأخرى، وخصوصا من خلال الرسائل التي يعني يحللها البعض أنها
جاءت لضم بعض هذه الفصائل التي انشقت أصلا عن القاعدة الأم أو جبهة النصرة، وبالتالي هي مجموعة انشقاقات توالت عن بعض البعض، وبالتالي الآن هناك حركة لإعادة بسط النفوذ للفصيل الأقوى، لكن هذه لا تحسم إلا المعارك على أرض الواقع، وهذه المعارك طبعا هي ستسبب أضرار كثيرة للمدنيين الأبرياء. طبعا الخاسر دوما هم المدنيين. دكتور حسن، تفضلت أنه لبسط النفوذ، لكن هناك رؤية تقول أن هيئة تحرير الشام الإرهابية تريد أن تعطي رسائل وتطمينات لأنقرة وموسكو بأنها قادرة على دحر منظمات إرهابية أخرى، ما تعليقك على ذلك؟ هذا يعني استقراء من هيئة تحرير الشام للوضع الإقليمي والوضع الدولي بهذا الجانب حتى يكون لها مقعد في المفاوضات، ولكن بالنهاية أنت تعلم أنه هذه كل هذه المنظمات هي منظمات غير شرعية، وبالتالي يعني هي صح مدعومة من بعض الجهات الإقليمية لكنها لن تبقى على طول، هناك استعادة لجميع تقريبا معظم أراضي الأراضي السورية للحكومة السورية، وبالتالي هنا بالنهاية ستعود هذه جميع هذه الأراضي وإن طال الزمن إلى الشرعية السورية في النهاية، لكن هذا الاقتتالات هي تصفية حسابات وعودة هذه الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية. دكتور حسن، إذن هل تعتقد أن النظام التركي، ومعروف ولا يفعل أحد أنه هو من يدعم هذه الفصائل الإرهابية خاصة جبهة تحرير الشام، هل تعتقد أن هي خلف تأجيج هذا الوضع بين هذه الفصائل والجماعات؟ أنا باعتقاد أنه قد تكون رسالة تركية إلى روسيا والولايات المتحدة، اجتمعت في الشهر الماضي خصوصا بين قيادتي الأركان الروسية والأمريكية، وظهر وكأنه الملف السوري هو بيد هاتين الدولتين، وبالتالي تم تهميش الدور التركي، والآن قد يكون إعادة لهذه التحركات على الأرض السورية في إدلب حتى تثبت هذه الأطراف الإقليمية حقيقتها أو وجودها أو حفاظ على مقعد للمفاوضات حول مستقبل هذه المناطق. بالنهاية تركيا ستخرج من سوريا وأيضا روسيا والولايات المتحدة لاحقا، هذا يعني أمر يعني يشكله الواقع السياسي والاتفاقات الدولية والإقليمية في نفس الوقت. طيب دكتور حسن، في ظل هذه المعطيات وخلط الأوراق في وكثرة اللاعبين في شمال غرب سوريا، نتحدث من له مصلحة في هذا الاقتتال اليوم في بين هذه الفصائل الإرهابية خاصة في منطقة جبل التركمان وتلال كبانة؟ أنا باعتقادي أنه تثور هذه بين الفينة والأخرى الاقتتالات الداخلية لتصفية الحسابات بين هذه الجماعات، خصوصا أنها انشقت من بعضها البعض، وأحيانا لأنها شقت عصا الطاعة للتنظيم الأم، ومن ثم محاولة ضبط هذه العملية بمساعدات دول الجوار الإقليمي، وأيضا لها علاقة بالمتغيرات التي تحصل في الداخل والخارج لإثبات الوجود وأنها موجودة على أرض الواقع، لكن بالنهاية هذه الأمور لن تستقيم ولن تستمر بشكل يؤثر على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية. طيب يعني هذه الاقتتالات تدور في كما تحدثنا جبل التركمان والجبال الكبانة وهي تلال كبانة عفوا، وهي تطل على جبهة الساحل وهي على القرب من قاعدة حميم الروسية، كيف تنظر روسيا وقوات الحكومة أو كيف ستتعامل مع هذه المعارك التي تدور هناك؟ أنا باعتقادي روسيا حتى والقوات السورية لن تدع هذا الوضع يستمر، روسيا لها يعني مصالحها التي يجب أن تحافظ عليها في سوريا، هي لأول مرة تكون قريبة في الشرق الأوسط، تكون قريبة من المياه الدافئة، وبالتالي هذه المكاسب السياسية والعسكرية التي حققتها روسيا لن تفرط بها ولن تتنازل عنها، وبالتالي روسيا تعلم أن هذه الأمور قد تكون بشكل مؤقت وستزول هذه الأمور، وستبقى روسيا باتفاقاتها مع الحكومة السورية في المستقبل. طيب هل تتوقع أن تتدخل روسيا عسكريا عبر الطيران الحربي وتقصف هذه الجبهات؟ نعم مستغلة هذا أقصد نعم. يعني هنا تستغل هذه المعارك. نعم هذا يحصل دائما، هذا حصل يعني قبل لقاء الرئيس أردوغان ببوتين بأسبوع، هناك كان يعني زيادة في الطلعات الجوية الروسية والقصف الروسي للمناطق التي تسيطر عليها بعض المناطق الموالية لتركيا، وبالتالي روسيا لن تتردد في قضية ضرب هذه المناطق وقصفها
في الطيران من بين فترة وفترة حتى يتم إضعافها نهائيا. بالنهاية يعني كل التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا هي غير شرعية، وبالتالي يجب أن تخرج من سوريا. نعم. كمنظور، لو تحدثنا من منظور عسكري دكتور حسن، يعني هذه الجماعات تقوم، يعني أقصد جنود الشام وجند الله، تقوم بسد ثغرات مهمة ونقاط ربط استراتيجية على تلك الجبهات. في حال سيطرة هيئة تحرير الشام وتفكيك هذه الفصائل أو الجماعات في تلك المنطقة، ألا يضع ذلك هيئة تحرير الشام أمام موقف محرج أمام الفصائل الأخرى واتهامها بأنها سلمت هذه المناطق بعد تفكيك جند الشام أو جنود الشام وجند الله؟ نعم، لدينا سيناريو حاضر، سيناريو درعة، كيف قامت القوات الروسية والشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية بتفكيك المنظمات هناك والدخول إلى درعا. بالتالي أنا باعتقادي هذا الأمر لن يستمر طويلا في إدلب أو المنطقة التي تسيطر عليها الجماعات الموالية لتركيا في نفس الوقت، وإنما هي مسألة وقت ويعني المحافظة على الوضع الراهن والمواقع الموجودة وتقوية نفسها على حساب الجماعات الأخرى بمحاولة ضمها أو السيطرة عليها أو إخراجها من تلك المنطقة، كما تم إرسال رسائل إلى مسلم الشيشاني للخروج من المنطقة أو الانضمام إلى هيئة تحرير الشام. وبالتالي هي تنازع على النفوذ، تنازع على المصالح. الآن من الممكن أن تقوم يعني القوات الروسية بقصف هذه المناطق مع القوات السورية، وبالتالي لكنها تبقى ضمن مناطق خفض التصعيد. لكن إلى أي مدى نتكلم أنها تبقى منطقة خفض التصعيد؟ والحكومة السورية تحاول استعادة السيطرة على جميع أراضيها، وهذا يعني سياسيا معهود ومعروف بأن الدولة وإن تنازلت أحيانا عن بعض المواقع عسكريا إلا أنها لن توافق على ذلك باستمرار. وبالتالي هذا يدلل على أن هذه المنطقة بالنهاية ستحسم أمورها سواء لمصلحة روسيا وسوريا في ذات الوقت بتفاهمات مع تركيا في نفس الوقت. نعم. من عمان الدكتور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ العلوم السياسية في قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية، أشكرك على هذه المداخلة. شكرا لك. مشاهدينا فاصل أخير ثم نعود.